لمناقشة تداعيات أحداث 11 أيلول على العراق في ذكراها 20، انضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أستاذ مصطفى مرحبا بكم. يعني الولايات المتحدة اتهمت تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن هجمات 11 أيلول سبتمبر، ولكنها كانت قد اتخذت قرارا بغزو العراق. هل كانت أحداث سبتمبر مبررا كافيا لمهاجمة العراق أستاذ مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. كل الوقائع والوثائق والأدلة كانت متوفرة عن عدم صلة العراق لا بأحداث 11 من سبتمبر ولا بأي من منظمات الإرهاب العالمية، ولكن إرادة الشر التي كانت تسكن الإدارة الأمريكية في حينها ومن يعاونها حول العالم اقتضت تدمير العراق لأهداف لا علاقة لها كما قلت بتنظيم القاعدة ولا بالإرهاب ولا بأحداث 11 من سبتمبر، وأيضا بالمناسبة ولا بأسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق ولا بقضية الكويت وتداعياتها وما حدث عام 1990. كان هناك قرار أمريكي شرير صهيوني، أمريكي صهيوني بالدرجة الأولى، لتدمير العراق ويعني محوه من الخريطة وإحلال عراق آخر جديد لا صلة له لا بالقيم العربية ولا بالتاريخ المجيد لهذا البلد ولا يعني كل التطلعات. أستاذ مصطفى، من تداعيات الأحداث يعني تسلم إيران زمام الأمور بعد فترة في العراق من خلال طبعا الميليشيات والأحزاب الطائفية التي تنتمي إليها. ماذا كان مرسوما من تسليم أمريكا لإيران، تسليم العراق لإيران؟ اليوم رئيس لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر أكد وجود أدلة ووثائق تؤكد صلة إيران بهذا الحدث الإرهابي الذي استهدف البنتاغون واستهدف مركز التجارة العالمي في نيويورك. وموضوع تسليم العراق لإيران هو جزء من المخطط الأمريكي الصهيوني لتدمير هذا البلد وقتل شعبه وإفقاره وغلق الأمل أمام مواطنيه. هذا تم بالغزو العراق واحتلاله، تم بالاتفاق مع الجانب الإيراني، وهذا ما كشفته الوثائق المعلنة أمريكيا الآن، ومن ضمنها مذكرات زلماي خليل زادة الذي كان يسمى سفير الإدارة الأمريكية لدى فصائل المعارضة العراقية. أي العملاء الذين يتحكمون بالعراق حاليا. وهذا أثبت يعني في هذه المذكرات صلة إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإتمام غزو العراق، وبالتالي فتسليم العراق إلى إيران هو استكمالا لمشروع تدميره بعد أن قامت المقاومة العراقية الوطنية بواجبها في محاربة ومكافحة ومقاومة الاحتلال. فتم هروب القوات الأمريكية وتسليم العراق إلى العملاء الذين سيدتهم على العراقيين لأجل إتمام مشروع التدمير الكامل لهذا البلد. أستاذ مصطفى، بعد 20 عاما من الغزو الأمريكي لأفغانستان انسحبت الولايات المتحدة من هذا البلد. تعتقد أن هناك شواهد تذهب بنا إلى تكرار هذا السيناريو في العراق؟ تعتقد ذلك؟ أنا أعتقد المقارنة غير واردة. في أفغانستان التي أيضا يعني غزيت واحتلت دون تقديم أي دليل، على رغم كل الادعاءات التي تتحدث عن صلة بن لادن بقضية 11 سبتمبر، لكن لحد الآن لم تقدم الولايات المتحدة دليلا ذو صدقية كافية عن علاقة القاعدة بهذا العمل، وإن كنا لا نبرئها لأنها هي اعترفت بهذا الأمر. لكن ما يعنينا في الأمر، أنا أعتقد أن المقارنة غير واردة، لأن أفغانستان عندما انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان وسلمت الحكم إلى أبناء أفغانستان
ليتولوا شؤون بلدهم وأموره. أما في العراق فيجري تسليم العراق للعملاء الذين يعني كانت الولايات المتحدة قد أعدتهم بالتنسيق مع إيران خلال سنوات طويلة لاستمرار مسلسل التدمير والقتل والسرقة كما قلنا. الحالتين مختلفتين تماما ولا علاقة ولا إمكانية للمقارنة بينهما. أستاذ مصطفى، في حال انسحاب الولايات المتحدة من العراق، كيف ترون شكل العراق في ظل اختطاف الميليشيات الموالية لطهران بالنسبة فيما يخص القرار السياسي والأمني في العراق؟ يعني نحن موقفنا من الاحتلال الأمريكي منذ اليوم الأول لغزو العراق واحتلاله في العام 2003 واضح، ولكن ما يجري الآن هو ليس انسحابا للقوات الأمريكية، لأن القوات الأمريكية ستبقى في قواعدها وفي مقراتها وستبقى مهامها الاستخبارية في العراق، ولكن ما سيجري هو تغيير المهام ظاهريا من جهة، ومن جهة أخرى يعني تقوية هذه الميليشيات والنفوذ الإيراني الذي هو يعني يحتل العراق بنسبة هائلة، وربما أيضا هناك آثار معنوية تتعلق بمنح صفة المقاومة لهذه العصابات الإرهابية الإجرامية الميليشياوية التي كانت سندا للاحتلال وقواته طيلة السنوات الماضية ضد المقاومين العراقيين، يريدون أن يظهروهم أنهم هم المقاومة التي أخرجت الأمريكان، هذا ما ستستغله هذه العصابات الإرهابية، لكن هذا الأمر مكشوف. الجميع يعلم الدور الإيراني والدور الميليشياوي في تقوية الاحتلال الأمريكي، ونحن قبل عدة أشهر نشرنا وثيقة من هي رسالة من سليماني إلى الجانب الأمريكي، نقلها رئيس النظام المنطقة الخضراء الأسبق جلال طلباني إلى السفير الأمريكي في العراق في حينه زلماي خليل زادة، وأكد فيها سليماني أنه يقسم بقبر سليماني بقبر خميني أنه لم يطلق ولن يطلق رصاصة واحدة ضد الأمريكان، وأن المشروع الإيراني والأمريكي متفقان في العراق، وأن لديه مئات الأشخاص، في حينه يقول أن لديه مئات من العملاء الذين يأتمرون بأمره في بغداد، ولكنهم لن يطلقوا، وهو يتعهد بذلك ويقسم بقبر خميني كما قلنا أن هؤلاء العملاء لن يطلقوا أي رصاصة ضد القوات الأمريكية. العراقيون الذين قاوموا ليسوا هؤلاء المجرمون الذين يسيطرون الآن على القرار السياسي والأمني والعسكري في العراق ويتبجحون بالمقاومة، وهم كانوا سندا للاحتلال ودريئة له وعيونا له للتجسس على العراقيين المقاومين. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.